النشرة ردا على مقابلة المحقق الدولي أوستروم، الحريري يقول اتهام شهيد باغتيال شهيد مقزز وهذيان إعلامي. أليكسا تتحكم بالبلاد وترعب المواطنين. ثلوج في الجبال وأمطار غزيرة على السواحل. القمة الخليجية تدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا. مطالبا بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا. أثارت المقابلة التي بثتها قناة الجديد أمس مع المحقق الدولي بو أوستروم وما كشفه من معلومات من أن اللواء وسام الحسن تخلف في اللحظات الأخيرة عن الالتحاق بموكب الرئيس رفيق الحريري في 14 من شباط عام 2005، أثارت ردودا من الرئيس سعد الحريري الذي وجد أنه من المستغرب لبل من المقزز للنفس أن يصل الهذيان الإعلامي والسياسي إلى محاولة اتهام شهيد بضلوع في اغتيال شهيد. وقال الحريري لما يقف وراء بث المقابلة إن القطار قد غادر المحطة وأن رمي القمامة على سكته لن ينفع في وقفه، وختم بأن اللقاء سيكون على رصيف المحطة المقبلة في 16 من كانون الثاني من العام المقبل، في إشارة إلى موعد بدء المحاكمات. بدوره اللواء أشرف ريفي أشار إلى أن القواعد المتبعة هي أن ما يغيب عن الموكب لا يحدد مساره، مذكرا الرأي العام أنه تسلم القيادة في قوى الأمن بعد شهر ونصف الشهر على ارتكاب الجريمة. ولمن فاتته المقابلة التي عرضتها الجديد بالأمس مع المحقق السويدي بو أوستروم، فسنعيد بثها فور انتهاء هذه النشرة. إلى ذلك، فرضت أليكسا وجودها على البلاد وأثارت الرعب في نفوس اللبنانيين، إلا أنه حتى الساعة لا شيء غير طبيعي. ثلوج على المرتفعات وأمطار على السواحل وتدن في درجات الحرارة وسط صنفار للأجهزة المعنية وإقفال للمدارس. إذن الرئيس سعد الحريري يرد في بيان على ما قاله المحقق السويدي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بو أوستروم عبر برنامج تحت طائلة المسؤولية. أعلن الرئيس سعد الحريري أنه اطلع على الحلقة التلفزيونية التي بثها تلفزيون الجديد حول تحقيقات مزعومة في مبررات غياب اللواء الشهيد وسام الحسن عن موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم اغتياله في 14 من شباط عام 2005، ولفت إلى أنه مثل غالبية اللبنانيين وجدنا أنه من المستغرب لا بل من المقزز للنفس أن يصل الهذيان الإعلامي والسياسي إلى محاولة اتهام شهيد بالضلوع في اغتيال شهيد. ورأى الحريري في بيان إن الاتهامات التي سيقت سبق وأن حققت فيها لجنة التحقيق الدولية مرة ثانية بمناسبة برنامج تلفزيوني مماثل، واعتمد المصادر نفسها بثته قبل حوالي 3 سنوات قناة سي بي سي الكندية، وقد حسمت لجنة التحقيق الدولية في حينه وللمرة الثانية أن اللواء الشهيد وسام الحسن لم يكن في عداد موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري لدى استهدافه لأسباب واضحة وشفافة وثابتة. وأضاف الحريري إذا كان الهدف من تكرار الترهات نفسها أمس هو زرع الشك في نفوس اللبنانيين ومن بينهم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنها مناسبة لنؤكد مجددا أننا نعتبر اللواء الحسن واحدا من عائلتنا وهو شهيدنا بقدر ما هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري شهيدنا، وأن ولاءه للبنان أولا ووفاءه للرئيس الشهيد رفيق الحريري قد عمدا بما لا يقبل أي شك بمسيرته البطولية، ومن ضمنها دوره الرائد في مساعدة التحقيق الدولي والمحكمة الدولية وبدمائه الزكية التي أريقت على يد الإرهاب المجرم نفسه الذي قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال الحريري أما إذا كان الهدف إطلاق فصل هستيري جديد من الحملة على المحكمة الدولية بمناسبة قرب انطلاق المحاكمات فيها في الشهر المقبل، فإننا نقول إلى من يقف وراء بث المقابلة إن القطار قد غادر المحطة
وإن رمي الكمامة على سكته لا ينفع في وقفه، وإن لقاءه مع العدالة والحقيقة واللبنانيين وجميع محبي رفيق الحريري ووسام الحسن من العرب وفي العالم بات قريبا جدا. فإلى اللقاء على رصيف المحطة المقبلة في 16 من كانون الثاني المقبل عام 2014. المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي يرى في تصريحات المحقق الدولي السابق بو أوستروم تضليلا، ويقول إن نظام السورية بقي ممسكا بلبنان حتى نهاية نيسان من عام 2005. رأى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أنه بعد تحديد موعد بدء المحاكمات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 16 من كانون الثاني المقبل، لجأ البعض إلى أسلوب التضليل عبر ترتيب مادة إعلامية هدف القيمون عليها ومن وراءهم إلى تحريف الوقائع وتشويهها. وأضاف ريفي في بيان له: لقد لجأ هذا السلوك التضليلي الذي يقع تحت طائلة القانون إلى المحقق السويدي، وأخذ منه تصريحا هو عبارة عن تلميحات كان الهدف منها الوصول إلى استنتاج وحيد، وهو أن اللواء الشهيد وسام الحسن متهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري. هذا في حين أهمل هذا السلوك نفسه كلام المحقق السويدي الذي قال أن النظام السوري قتل الحريري من خلال حزب الله. وأكد ريفي أن ما ورد حول أن الشهيد الحسن حدد مسلك سير موكب الحريري هو كلام غير مسؤول وغير علمي ويدل على إفلاس كبير، فالجميع يعلم أن الشهيد الحسن لم يحضر في 14 شباط 2005 إلى قريتم كونه استأذن الحريري لأداء امتحاناته الجامعية، وبحسب القواعد المتبعة فإن من يغيب عن الموكب لا يحدد مساره. أما فيما يخص الكاميرات التي قال المحقق السويدي أنها كانت موجودة على طريق الموكب في المنطقة المحيطة بالانفجار، نذكر الرأي العام أننا تسلمنا القيادة في قوى الأمن بعد شهر ونصف على ارتكاب جريمة الاغتيال، وقبل استلامنا كان النظام الأمني السوري لازال ممسكا بلبنان حتى 26 من نيسان عام 2005. والطبيعي أن يسأل عن الكاميرات أجهزة النظام السوري ومن كان يتولى المسؤولية قبلنا. وتابع ريفي أن من يلاحق الشهداء الكبار في عليائهم يكون كمن يؤكد اتهامه لنفسه بالمسؤولية عن ارتكاب الجريمة، ونؤكد له للمرة الألف العدالة آتية. فعلا كاد المريب أن يقول خذوني. والآن للاطلاع على أخبار العاصفة أليكسا وأحوال الطرقات ننتقل مباشرة إلى ظهر البيدر مع الزميل نوال بري، وأيضا إلى حي السلم مع الزميل رامز القاضي. ونبدأ معك نوال، ماذا عن أوضاع وأخبار العاصفة في ظهر البيدر، وأيضا ماذا عن الثلوج وأحوال الطرقات هناك؟ نعم كاترين، نحن منذ ساعات الصباح الأولى نقوم بجولة هنا في البقاع الغربي طبعا لنرى أوضاع الطرقات وأوضاع يعني المواطنين وكيف يتأقلمون مع هذه العاصفة. عند دهر البيدر، نقطة دهر البيدر صباحا كانت ما زالت سالكة أمام السيارات وكانت الثلوج خفيفة، أما الآن فإنها مقطوعة أمام السيارات ما عدا تلك المجهزة بالسلاسل المعدنية. كذلك الأمر بالنسبة لطريق ترشيش زحلي وكفر دبيان عيون السيمان وعيون سيمان حدث بعلبك، اللقلوق العقورة أيضا أقفلت، وأفقى ولاسة أيضا أقفلت أمام السيارات ما عدا تلك المزودة بسلاسل معدنية. قوى الأمن الداخلي وقوى الأمن الموجودة على الطرقات أيضا يعني طلبت من المواطنين الذين ليس ضرورة لخروجهم عدم الخروج بسبب الصقيع وبسبب الثلوج المتراكمة على الطرقات. يعني منذ بعض الوقت كان هناك حادث على هنا في على طريق ظهر البيدر، وتعمل القوى الأمنية على سحب السيارات. يعني هناك زحمة سير أيضا على هذه الطريق لأن السيارات تضع السلاسل المعدنية قبل نزولها. المواطنين فضلوا عدم الخروج من منازلهم خوفا مما يعني مما أثير على وسائل الإعلام من شدة هذه العاصفة، وثانيا من الصقيع وما يرونه. ولكن يعني كاترين، وبعد جولة سريعة نرى أن هذه العاصفة بالفعل يعني سقطت الثلوج وكان هناك قطع للطرقات، ولكنها ليست استثنائية. السنة الفائتة كانت العاصفة التي مرت على لبنان أشد وطأة على اللبنانيين، لربما يعني وبحسب المرصد الجوي أكد أنها يعني مساء سوف تشتد، وبالتالي لربما
عند المساء سوف تكون كما كانت قد ذكرت المرصد الجوي. نحن كنا كاترين سوف نقوم يعني من المفترض أن نبث مباشرة من إحدى مخيمات النازحين هنا في البقاع الغربي لما يعانونه، ولكن يعني بسبب خطورة الطرقات يعني تعرضنا لحادث سير بسيط منعنا من الوصول إلى هذه المخيمات التي بالفعل تعاني. نحن صباحا مررنا بهم وكانت حالتهم كحالهم في الليلة الفائتة، برد وصقيع وخوف من الآتي ليلا، لأن الثلوج من المفترض أن تتدنى الحرارة ومن المفترض أن تصل الثلوج إلى مناطق منخفضة أكثر، وبالتالي من المفترض أن تصل إلى هؤلاء في عرسال. طبعا النازحون يناشدون الدولة بالتحرك لأن الثلوج غطتهم وغطت خيامهم بكثافة. إذن كاترين يعني الأجواء هي كأي عاصفة تمر على لبنان، صقيع وبرد وطرقات مقفلة، أما غير ذلك أي شيء استثنائي لا شيء استثنائي حتى الساعة، ولكن طبعا سنوافيكم بأي جديد من هنا من البقاع الغربي. شكرا لك نوال، كنت معنا مباشرة من البقاع الغربي. والآن إليك رامز، أنت موجود في حي السلم ونعلم أن هذه المنطقة عانت ما عانته الأسبوع الماضي من جراء فيضانات نهر الغدير، ماذا عن حال تلك المنطقة وأحوال السكان هناك اليوم؟ ربما كاترين يعني على خلاف الأحوال التي هي في الجبال وفي دار البيدر والمناطق البقاعية والشمالية هنا في بيروت وفي تحديدا في حي السلم، حيث العام الماضي تعرضت هذه المنطقة لأضرار كبيرة جراء العاصفة، ولكن هذه السنة يعني حتى هذه اللحظة لم تفض مياه نهر الغدير التي سببت في العام الماضي هذه الكارثة بالنسبة لسكان حي السلم. هذا الأمر ليس مرده إلى إجراءات احترازية قامت بها الوزارات المعنية لاسيما وزارة الأشغال، ولكن لأن الأمطار يعني لم تكن بتلك الغزارة أو بهذا المنسوب المتوقع، لذلك لم يرتفع منسوب هذا النهر. أي من الإجراءات الاحترازية لم تقم بها الوزارات المعنية. هناك الحيطان التي كان من المنتظر أن يقوموا بها على مختلف مجرى هذا النهر لم يتم القيام بها. فقط نشاهد مثلا هذه الجرافة، هي تابعة لوزارة الأشغال، يعني لا نعلم مدى جدوى هذا العمل، الآن تقوم بتنظيف بعض مجرى النهر في هذه اللحظات. كان هناك تخوف كبير من سكان حي السلم من أن تتكرر المأساة هذا العام. هم لا يزالون حتى هذه الساعة يتحسبون لهذه العاصفة التي بحسب التوقعات يعني ساحلا لم تكن بحجم التوقعات التي أشيعت أو جرى التحدث عنها. إلى جانبي هنا ربما أحد من مسؤولي بوزارة أو المكلفين من وزارة الأشغال، يعني هذا العمل هل في بعض بيقول إنه هلا ما بينفع، يعني شو راح تنظفه هلا بوقت؟ لا نحن وجودنا هون الوجود هون هي حالة طوارئ. بس هيدا مش مشغل، مش لازم كان ينعمل قبل؟ هو معمول هلا، هذه بتنزل مع السيول. هذه الآليات موجودة، في حال مرق مثل هاي هلا اللي شفتها مثلا أنت سجادة مرأة، في حال علقت هون حتى ما تعمل إعاقة أو تعيق مجرى السيول، نحن واقفين الآليات لحتى نسهل مرور هذه ال تبعين وزارة الأشغال ولا بلدية شويفة؟ اثنين، وزارة الأشغال بلدية شويفة. أنا صافي الزينة عم نتسق بين وزارة الأشغال وبلدية شويفة. بالنسبة للحيطان اللي كان مفروض تنعمل ما انعملت، يعني هيدي ممكن هلا إذا ارتفع منسوب النهر تسبب نفس فيضان؟ لا، نظف النهر 3 أشهر. شو التنظيف؟ الحيطان؟ الحيطان مش هون المفروض، الحيطان جوا. كلفنا هلا بالمبدا بعد نهايه العاصفه مباشره تنعمل الحيطان الدعم، لان هذه حيطان الدعم اساسا النهر ما له علاقه لا وزاره الاشغال ولا بلديه شويفات، هو من اختصاص وزاره الطاقه. شكرا. اذا يعني هذا هو ربما التباين وتقاذف المسؤوليات الذي جرى العام الماضي، استمر حتى هذه السنه ما بين وزاره الطاقه ووزاره الاشغال بشان الحيطان التي تمنع تسرب المياه الى المنازل. هذا العام لم يكن هناك اي من دخول هذه المياه الى المنازل كاترين حتى هذه اللحظه. نعم. على كل حال يعني الاهالي يتحسبون هذه العاصفه وينتظرون اجراءات اكثر من الدوله ومن الوزارات المعنيه. كاترين، شكرا لك رامز، كنت معنا مباشرة من حي السلم. التحضيرات اللي قمنا فيها مع وزارة الأشغال مشكورة مساعيها اللي اجت بالصيفية تقريبا على أواخر الصيف، جرفت النهر وكفت على أكمل وجه، وهلأ الآليات تبعها موجودة على جميع الأسرار الموجودة. أنا ما بدنا منه شيء،
يزبطوا لنا الجسر ويعملوا لنا حيطانه وبيتنا بالقلعة، ما نطلب منهم اي شيء، لا بدنا مساعدات كتر خيرهم. شفنا المساعدات من سنة الماضية، عم يتعهد النهر، عم بيجي بياخذوا المتعهد، اول اسبوع بيجي بتطلع بلاقي الوسخ متراكم، شو بيأجلها للاسبوع الثاني، ثاني اسبوع بيجي بلاقي بنتر اول شتوى. هودي الفيضان اللي صار نتيجة عدم الدقة وعدم المراقبة من المعنيين، بروح من هون لا يقل عن 20 كميون زبالة أجلك لتحت، بيجوا بعدين بيجوا بيبحثوا بياخدوا قشري طبقة ما بتتعدى 50 سنتي. يعني نحن أبوعة أنا من 10 سنين كان يجي 20-30 كميون من الكبار ياخد نفايات، هلا بتيجي بكبت ما بتتعدى ما بتخطى الاصابع. اضطرينا نعمل هالطريقه، هول بلات زباله جبينه من السكلين، فاضطرينا نحطهم لحتى تمنع المي تفوت لعنا، لان هيديك السنه صار في سيول وكل البيوت تعرضت للمي، فاضطرينا هيدي السنه. نشر رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي صورا له في صفحته على فيسبوك على ثلوج منطقة صغرتة الشمالية، وذلك مع بداية وصول العاصفة أليكسا إلى لبنان. وظهر فرنجي في إحدى الصور وهو يجرف الثلوج، وفي صورة أخرى ظهر وهو يشرب القهوة. وأرفق فرنجي الصور بتعليق متنقلا ومساعدا هذا الصباح، صباح خير ودفء وطمأنينة نتمناه للجميع من جبال لبنان الشمالية. في عكار أدت شدة الرياح إلى اقتلاع شجرة معمرة في حلبة وسقوطها على مستوصف تابع للجيش اللبناني، ما أحدث أضرارا في المبنى والسيارات المتوقفة أمامه. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية، والوزير وائل أبو فعور يؤكد أن أحدا لم يطرح مسألة تعويم الحكومة. نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن صيغة حكومة 996 لا تزال هي الصيغة المعقولة والمقبولة، ناصحا ألا يفكر أحد بأي مغامرة في البلد. وأكد خلال لقاء الأربعاء النيابي على وجوب تحلي الجميع بالمسؤولية لمواجهة الاستحقاقات الراهنة والمقبلة. ثم استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور مفدا من النائب وليد جملاط. أبو فعور أسف بعد اللقاء على توالي الأزمات الدستورية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وأشار إلى أن رئيس الحكومة لم يكن حاسما في قراره لجهة عقد جلسة لمجلس الوزراء. وأكد أبو فعور إن مسألة تعويم الحكومة لم يطرحها أحد، وخريطة الطريق يجب أن تكون واضحة لدى كل القوى السياسية. جلوس القوى السياسية إلى طاولة الشراكة سواء في الحكومة أو في الحوار الوطني أو في الاستحقاقات القادمة في رئاسة الجمهورية التي يجب أن يكون هناك جهد أساسي وتوافق على تفادي الفراغ فيها. أمل أن يلقى هذا الرأي وفاقا بين اللبنانيين. لم يطرح معنا رئيس الجمهورية مسألة عقد جلسي أو تعويم الحكومة، تعويم الحكومة لم يطرحه أحد، رئيس الحكومة لم يطرح معنا هذا الأمر، تعويم الحكومة لم يطرحه أحد. كما قلت رئيس الحكومة كان فقط يستكشف مواقف القوى السياسية حول جدوى أو إمكانية انعقاد الحكومة لجلسات طارئة محددة في قضايا طارئة ومحددة. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا هيو روبرتسون زار عين التيني بدوره، يرافقه السفير البريطاني في لبنان توم فلتشر في حضور المستشار الإعلامي علي حمدان، وجرى عرض للأوضاع والتطورات الراهنة. تم ضبط 1,000,000 حبة كبتاغون موضبة في طرود بريدية وإطارات كانت ستهرب من مطار بيروت إلى السعودية. في البداوي تعرض سامر الأسود وحيدر سعيفان من جبل محسن لإطلاق نار من قبل حاجز مسلح، فأصيب الأول في بطنه والثاني في قدمه، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى السيد في صغرتة. دان مجلس التعاون الخليجي التفجيرات الإرهابية الأخيرة في لبنان، ودعا إلى تشكيل الحكومة بما يحفظ للبنان كيانه من تبعات الأزمة السورية، مطالبا بخروج من أسماها ميليشيات حزب الله من سوريا. وأكد المجلس في بيان ألقاه الأمين العام عبد اللطيف الزياني إثر اختتام القمة 34 للدول الخليجية في الكويت، أكد حق السيادة الإماراتية على الجزر المتنازع عليها مع إيران، داعيا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل
القضية عبر المفاوضات المباشرة، وأكد دعم الائتلاف الوطني السوري المعارض مشددا على المشاركة في جنيف 2 وتشكيل حكومة انتقالية. الشأن اللبناني، أدان المجلس الأعلى التفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، داعيا كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحفظ للبنان كيانه ويجنبه تداعيات الأزمة السورية، مطالبا بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا. أكد المجلس الأعلى على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري المشاركة في مؤتمر جنيف 2 بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف 1 في 30 يونيو 2012، مؤكداً أن أركان النظام السوري الذي تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب أن لا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي. البرنامج النووي الإيراني، رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5+1 مع إيران في 24 نوفمبر 2013 في جنيف باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، ينهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج ويعزز أمن المنطقة واستقرارها ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استكمالاً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي. وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك. أهلا بكم من جديد. احتشد الألاف صباحا في ساحة الاستقلال في العاصمة الأوكرانية كييف رغم مواجهة سابقة مع الشرطة التي أزالت قبل ساعات قليلة العوائق الموضوعة من جانب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي. وتوقع الزعيم الأوكراني المعارض أرسيني ياتسينيوك خروج تظاهرة مليونية اليوم في ساحة الاستقلال بعد هجوم الشرطة على هذا الموقع الرمزي الذي يحتضن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ رفض الرئيس فيكتور يانوكوفيتش التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي العملية بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون سعيا إلى حل الأزمة، فيما أفادت قناة روسيا اليوم بأن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند وصلت إلى ميدان الاستقلال بوسط كييف. وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى طهران لإجراء محادثات حول الأزمة السورية والملف النووي الإيراني الذي تحاول موسكو دفع إيران إلى تسوية في شأنه. وخلال هذه الزيارة التي تستغرق ساعات سيلتقي لافروف نظيره الإيراني علي أكبر صالحي وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي والرئيس حسن روحاني. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكد وزير الخارجية الروسي دعم بلاده وقف إراقة الدماء في سوريا والحفاظ على استقرارها ووحدة أراضيها، داعيا إلى تأمين حقوق متساوية لجميع الطوائف والمذاهب هناك وأن تشعر بالأمن والأمان في بلدها وتساهم في التطور السياسي. وقال إن الحل في سوريا هو في جنيف 2، آملا أن يكون حاضرا جميع ما يمثل الطوائف والشعب السوري بالإضافة إلى اللاعبين الخارجيين الذين يستطيعون المساعدة. وشدد لافروف على أن إيران لاعب مهم جدا وأنه من الضروري أن تكون موجودة في جنيف 2. أعرب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري عن شكوكه حول ما إذا كانت إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى الغربية بشأن تفكيك برنامجها النووي. وقال كيري أمام أعضاء من الكونغرس أن هذا الأمر سيكون محل اختبار خلال الأشهر الستة من الاتفاق الأولي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي. وأضاف: هل غيرت إيران حساباتها النووية؟ لا أعتقد أننا يمكن أن نؤكد ذلك بعد، فنحن لا نأخذ هذا الكلام
كأمر مسلم به. أثارت المصافحة التاريخية بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والكوبي راول كاسترو على هامش تأبين مانديلا استياء المحافظين الأمريكيين الذين رأوا فيها نوعا من الدعاية السياسية من جانب الرئيس الكوبي. وسأل العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ماكين لماذا مصافحة رجل يسجن أمريكيين. وأبدى السناتور من أصل كوبي ماركو روبيو أحد أكثر المتحمسين للحظر الأمريكي على كوبا أبدى أسفه لأن أوباما لم يغتنم فرصة هذه المصافحة لسؤال كاسترو عن أوضاع حقوق الإنسان في بلاده. وبحسب البيت الأبيض فإن الرئيس الأمريكي اكتفى بتبادل التحية مع الزعماء الذين صافحهم خلال مراسم تأبين مانديلا. طاف نعش الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا شوارع العاصمة بريتوريا اليوم في تكريم شعبي أخير للرجل قبل أن يسجى جثمانه في مقر الحكومة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه. وتقدم الموكب عدد كبير من الدراجات النارية التي رافقت النعش الذي جاب على مدى ساعة شوارع العاصمة الجنوب أفريقية قبل أن يكون بوسع الشخصيات العامة إلقاء تحية أخيرة على جثمان مانديلا تتبعهم الحشود بعد الظهر. ويسجى جثمان مانديلا بدءا من اليوم حتى الجمعة في مقر الحكومة في بريتوريا على أن ينقل السبت إلى مسقط رأسه في قرية كونو الصغيرة جنوب شرقي البلاد وأرض أجداد مانديلا الكوزو حيث سيدفن الأحد إلى جانب والديه وأبنائه الثلاثة في حفل تقليدي يجمع بين الشعائر المسيحية وتقاليد الكوزو. أقر مجلس النواب في الأوروغواي مشروع قانون يجعل من هذا البلد أول دولة في العالم تنظم عملية إنتاج وبيع الماريجوانا، غير أن هذا التشريع لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح ساريا. وبعد 14 ساعة من النقاشات الصاخبة صوت النواب بأكثرية 50 صوتا من أصل 96 لمصلحة مشروع القانون، وقد استقبل الإقرار بتصفيق عارم داخل المجلس. وينص مشروع القانون على أن تتولى الدولة مراقبة استهلاك القنب الهندي وزراعته وتصديره. أما القانون النافذ حاليا في الأوروغواي فلا يعاقب على تعاطي الماريجوانا بل على الإتجار بها. نتابع هذه النشرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد للسنة السادسة على التوالي. قناة الجديد على منصة التتويج العربية في التحقيقات الاستقصائية، وهذا العام الزميل رياض بيسي يفوز بالمركز الأول لأفضل تحقيق استقصائي في العالم العربي في مؤتمر شبكة أريج في الأردن. نظمت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية أريج مؤتمرها السنوي السادس في عمان بمشاركة أكثر من 250 إعلاميا عربيا وخبراء أجانب من بريطانيا والسويد والدنمارك وعدد من الدول الأخرى بعنوان دور الإعلاميين العرب في المرحلة الانتقالية من حليف للسلطة إلى رقيب عليها. في إطار المؤتمر نظم أكثر من 35 ورشة تدريبية وعدد من المحاضرات شاركت فيها قناة الجديد. المؤسسة أو المحطة اللي تختار هذا المسار ما لازم تكون اخذ قرار من الأساس إن هي ما حتنضخ للضغوطات لو شو ما صار، وهي ما حتساوم لو شو ما صار، وهذا بيتطلب شغلة أساسية من المسؤولين والقيمين على هذا الأسلوب هو المهنية العالية. سنة 2006 لحد سنة 2010 نحن كنا في كوير أورد عند كومسون فونديشن، كوير أورد عند مستر شارل أوسط، كنا على مر السنين من 2006 لحد سنة 2010 كنا دائما موجودين بالجريد، يعني يا معنا يا أول يا ثاني يا ثاني، ومرة من المرات 2002 صرنا على أول ثاني ثالث. في ختام المؤتمر الذي دام 4 أيام اختارت لجنة تحكيم الشبكة عددا من التحقيقات الاستقصائية من العالم العربي وصلت إلى المرحلة النهائية من بين العشرات من التحقيقات في مسابقة أفضل تحقيق استقصائي عربي ليفوز بالمركز الأول الزميل رياض بيسي عن الجزء الثاني من تحقيق فساد الجمارك افتح يا سمسم. لما بدنا نفتح مغارة علي بابا شو بنقولها؟ لا
لجنة التحكيم مكونة من رئيس قسم المراسلين في البي بي سي بسام العنداري، ومخرجة الأفلام الوثائقية ديمة حمدان، ومراسل قناة الجزيرة سابقا عبد الله السعافين، والأستاذ الجامعي محمد محفوظ، إضافة إلى بيا ثورتسون من الدنمارك ونيلز هانسن من السويد، وبإشراف المديرة التنفيذية للشبكة رنا صباغ. ولعبة التلفزيونية بتعطي للمراسل كل النجومية، فاسمحوا لي أشكر المصور على الإعداد والتصوير حسن بزي، اسمحوا لي أشكر سمير العقدة مشكل الجبار، اسمحوا لي أشكر عبد مازح بصفته كان الرجل المتخفي اللي نجح في الإيقاع في الكثير من شركات التهريب، اسمحوا لي أشكر على التلفزيون الجديد لأنها أعطتني يعني حطت ثقتها فيه لآخر لحظة، ولآخر لحظة كان عم تدعمني إدارة التلفزيون الجديد، واسمحوا لي أشكر أريج أيضا على الدعم اللي قدمتنا إياه إذا بدكم بالمتابعة وأيضا بالتدقيق وبالستوري تيلينج من خلال التنسيق اللي كان عم ينعمل مع التلفزيون الدنماركي. وتسلم قبيسي درعا تقديرية في ختام التتويج. وختاما إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. كان في هذه النشرة ردا على مقابلة المحقق الدولي أوستروم الحريري يقول اتهام شهيد باغتيال شهيد مقزز وهذيان إعلامي. أليكسا تتحكم بالبلاد وترعب المواطنين. ثلوج في الجبال وأمطار غزيرة على السواحل. القمة الخليجية تدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا. مطالبا بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا. ختام هذه النشرة شكرا وإلى اللقاء.